انا طبعا معايا يعني دقيقه بالظبط هنهي فيها. عاوز اساله سؤالين في 30 ثانيه كل سؤال، بليز يعني 30 سكند بليز. اللي هو 30 سكند للشعب المصري اللي هو عايش في وسطهم الفتره الزمنيه دي في 30 ثانيه، كلمه مدير منظمه العمل الدوليه للشعب المصري في 30 ثانيه، يوجه لهم رساله. دايركتور اوف ايلو، being a director of ILO, I need a message from you to the Egyptian people in 30 seconds. And you live among them, by the way. No, no, I've been in Egypt for more than 8 years now. بقاله في مصر 8 سنين. ده عاشهم كتير. Except the language, I'm nearly Egyptian. I think we have to keep hope, and but hope means that we need to be to be sure of what we do, and to be sure we will fight this crisis if we keep, if we maintain the measures which are recommended by the authorities or by the WHO or the UN in general. That it means that we have, if we do not apply this, and we see in some countries there are some issues, but if we all together, work together, yes, we can fight this crisis. هو حابب انه يقول ان انا لازم يبقى في امل، لازم نبقى متاكدين من كل خطوه بناخدها، لازم نحافظ على الاجراءات اللي او التوصيات اللي بناخدها او بتملى علينا ونطبقها كويس قوي، لان لو ما طبقناهاش كويس هيبقى في مشاكل. ده كان مستر إيريك أوشلاند مدير مكتب منظمه العمل الدوليه بالقاهره. بشكرك جدا جدا على وجودك معنا. ثانكس فور يور تايم اند فور يور سبورت. بشكرك جدا استاذه جاكلين مجدي على ترجمتك ووجودك معانا النهارده. كان رسائل مهمه جدا يا جماعه لاحلام مواطن وقناه المحور النهارده، في رسائل توعيه من مستر إيريك حاولنا ناكد بيها اللي جاي ايه وماشي على فين، في توعيه مهمه جدا لقطاع الاعمال وطرفي العمليه الانتاجيه. خلص الكلام النهارده، هشوفكم ان شاء الله يوم الاثنين في لقاء جديد لاحلام مواطن. دايما التوعيه والمساعدات والعناوين العريضه والمواطن المصري هو فقط عنواننا في هذا البرنامج. ان شاء الله اشوفكم يوم الاثنين، تقبلوا تحياتي، سلام عليكم.